النهارده الحقيقه عندنا خبر مبهج جدا واسعدنا جدا، لانه طول الوقت واحنا بنتكلم على فكره التنميه والسعي الى بناء مجتمع افضل، افضل باطفاله وافضل بشبابه وافضل ببناء حقيقي لهذا الوطن وليس بناء ظاهري من على السطح، يعني تنميه حقيقيه تكون موجوده بكل ما فيها طبعا بقى من تنميه البنيه التحتيه وما الى ذلك، وايضا الجذور الحقيقيه لاي مجتمع في العالم، الجذور الحقيقيه هي صحه جيده وتعليم جيد. النهاردة جامعة القاهرة أعلنت تواجدها ضمن أفضل 300 جامعة حول العالم في مجال التوظيف، وده الحقيقة كان وفقا لترتيب المصنف الإنجليزي QS، وده معيار للتوظيف. خلينا نقول طبعا احنا عارفين انه في التصنيف ربما الاشهر اللي هو بيبقى التوب 500 يونيفرسيتيز او يعني اول 500 جامعه حول العالم الافضل، ده تصنيف طبعا احنا للاسف الاعوام القليله الماضيه طلعنا منه بره خالص، بعدنا اصلا عنه يعني. لكن في تصنيفات اخرى، في تصنيفات لها علاقه بالجوده، جوده ما يقدم في الجامعه، لها علاقه بالتكنولوجيا، مواكبه التطور، يعني في الكثير من التصنيفات. من ضمنها تصنيف الكيو اس، وده تصنيف معني بفكره التوظيف او تحديدا موضوع التوظيف، انه الطالب لما يتخرج من الجامعه ما يلاقيش نفسه كده في مهب الريح، يلاقي دايركشن، يلاقي اتجاه ممكن يمشي فيه، يلاقي دعم، حتى لو مش بالضروره ان انا اوديه يشتغل في مجال معين، لكن على الاقل اديله الدعم واديله السبورت الحقيقي واديله فكره لمنتديات توظيف واديله اماكن عمل طالبه شغل، اديله ارشادات، دي كلها حاجات مهمه جدا. وعلى فكره اغلب جامعات العالم ما كانش كلها بتعمل كده، وفي مصر عندنا التجربه الاشهر اللي احنا عارفينها الاي او سي او الجامعه الامريكيه، هي طبعا رائده في هذا المجال، وفكره العمل وفكره الانتربرينيرشيب او رياده الاعمال، دي كلها حاجات مهمه جدا، لانه زي ما بقول لحضرتك الطالب بيبقى خارج لسه غصن اخضر كده، تخرج من الجامعه غصن اخضر، عايز من يرشده، عايز يلاقي فرصه عمل، لو قعد في بيته فتره طويله غير انه بينسى العلوم اللي درسها، هو كمان الحقيقه بيحبط نفسيا ومعنويا، وبالتالي لما بيجي يلاقي شغل عمرك ما هتاخد منه الكفاءة الحقيقية والحماسة اللي ممكن تلاقيها فيه لو قدرت انك تساعده بأي طريقة ممكنة في فكرة التوظيف. جامعة القاهرة جاءت في هذا التصنيف المتعلق بالتوظيف، كان رقمها 251 من 300، وده على مستوى الجامعات حول العالم وفقا لهذا المعيار الإنجليزي QS. والتصنيف ده زي ما قلنا فيه 500 جامعة في العالم كله وفقا لمجال التوظيف. حينه النهاردة لما تم هذا الإعلان اللي دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أصدر بيان وقال فيه أنه جميع الكليات والمعاهد على مستوى الجامعة حريصة جدا أنها تقدم طلاب مؤهلين لسوق العمل من خلال تحديث نظم وآليات البرامج اللي بتتقدم ليهم، وإلى جانب أنه الجامعة زي ما بقول لحضراتكم هي كمان تعقد بقى منتديات وملتقيات توظيف، يبقى فيه كده فرص كتيرة الناس تروح تقدم السي فيز بتاعها، تشتغل في الشركات، تشتغل تريني، حتى التريني يعني اللي هو تدريب طبعا بيبقى أكيد في الأول ممكن يبقى تريني مثلا في مكان ممكن بدون راتب أو بدون أجر أو يبقى أجر زهيد جدا، بس ياخد خبرة ويكتب على السي في بتاعه أنه هو اتدرب في المجال الفلاني والمكان الفلاني، كل ده بيفرق جدا معاه. الجامعة كمان الحقيقة بتسعى، جامعة القاهرة يعني بتسعى بأشكال جدية كتيرة جدا أنها توفر فرص عمل لخريجيها، خريجي جامعة القاهرة العريقة قبل ما يتخرجوا وهم في مختلف المجالات، لأنه الحقيقة أنه جامعة كبيرة زي جامعة القاهرة أكيد مؤمنة أنه ليها دور مجتمعي وليها دور وطني بيهدف إلى تقديم كافة خدمات التعليم وتدريب لأبنائها الطلاب. دي نقطة مهمة جدا الحقيقة، نتمنى الـ 251 ده يبقى يعني ينزل أكتر، يعني ينزل يعني يبقى معناها أنه يرتقي بالمكانة. نتمنى أنه تصنيف الـ 500 جامعة حول العالم الأفضل اللي احنا طلعنا برا خالص في السنوات الماضية إن شاء الله يا رب ندخله واحدة واحدة مع بعض، نشتغل على تعليم قوي، بناء قوي، ندي فرصة بس كده نشوف القائمين على منظومتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي هم بيفكروا إزاي، وأعتقد أنه في خطوات مبشرة الحقيقة حتى في الإعلام لما بنتناول أمور التعليم، أعتقد أنه يعني في حاجات مبشرة كده أنه بإذن الله الدنيا هتتغير لدرجة كبيرة جدا. بمناسبة التغير